ابي اذبحك في كبدك. بس تدري عاد ان الجوال بهذلته بهذل. هذا حلاوه شعر يا بدوي يا معلم. تخيلك الشعر. وش قطن؟ قطن حلاوه قطن. سماد المخمسة. تدري ايش في راسي انا؟ ايه ما في راسك الا اجي عند الزينة السيارات يود اظلل افكك اركب اوه زينة السيارات محل عامل لا هذا حب يو ذهب والله في مكتب ايه صدق والله وقت في الصدق انا فتحت لي اخر شيء كنت محل خضره فاتح غير اقسم بالله اني تحاربت يا عيال حاربوني اجانب حرب قويه تراك صادق والله انه حاربوني يا عيال اقسم بالله حتى اروح للموزع يلا يعطيني بس اني صملت صم الله قد الدعوه ملعنه لو خسر بس اني بشتري غصب لدرجة اني مرة حشرت لي ثلاثة اقسم بالله بغيت افقش وجهه يا ولد عايم في الخضرة قدامي اقول الله ما يبي يبيع لي يجي واحد غيري اجنبي يبيع لي انا ما يبيع لي شوف هذا حلمي يا ولد الشغل فيه حرب قوي عادي الحين انا اجي باخذ اغراض انا اجي باخذ اغراض نعد الصعيد اجي باخذ اغراض اخذها بغالي اوصي العامل يقول روح جيب الاغراض هاي جيبها برخيص هذه مشكله لا في حرب حلوه حرب ما هي بحرب حرب تنافسيه في كتاب هنا يا اخذ مني نواف عمر الله الحين ما رد هو البرنامج اسمه فن الحرب هو المجنون الكتاب ذا طبعا تاليفه قبل اكثر من 1000 سنه مؤلفه واحد صيني يعلمك كيف تتعامل في حياتك في التجاره بحيث انك ما تخسر ولا يخسر اللي قدامك يعلمك كيف اذا جاء ضدك مجموعه كيف تتعامل معها يا ولد مجنون 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 ترى شوف تقول ايش ترى الرجال يقول انا بشتغل وبسوي تجاره ومدري ايش ويوكل احد والله ما يروح ديره يوقف على حلالك علي الحرام ما يروح ديره اتعب 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 ثمنين خلاص تصل مرحله انك انت تعرف كل شيء ولا يغرك شيء وتشرب بس بس تبي اكتبوا لنا حليب لا زي ذا بودره نواف عاني يقول بفتح كافي في الدوادمي والله العظيم ترى اللي بيفتح مشروع في الدوادمي شليب انا اقول والله في والله مشروع اني امسك ريجير انا مسكت قلت ولد تبرجك اداء وفي الله سبحانه وفي راس التجاره يا ولد الدوادمي صادق والله الدوادمي جالس اهتمه بشكل غير طبيعي والله اللي عنده مشروع الحين بس نصيحه اخو لا تفتح في الدوادمي كافي وانت ما عندك شيء متميز غير عن الكافيهات والله ان الكافيهات حذف في الدوادمي قسم بالله انها حذف في كل سنتيمتر كافي كل سنتيمتر كم تبعد الدوادمي منه 300 كيلو قريب حبيت والله ورا عفيفي لا عفيفي 500 راح عفيف قبل قال بين الدوادمي والعفيف بين الدوادمي عفيف الظهر 100 هو اقل 100 ولا حول ال 100 190 طيب البقاله راح الظاهر البقاله راح لو تجي الدوادمي في حليب غير انت ايش تتوقع الدوادمي كيف شكلها يا ولد انت طيب بيشه مخمنه وين بيش لا والله ما ظنيت عيال بيشه تراها بتطول انا ما جيت الدوادمي انا عني ما قد جيت الدوادمي غير اقسم بالله من بيشه مو عشان من بيشه وش فيها بيشه يا ولد فيها كلش بيشه حتى الطريقه وحدايقها يا ولد عندك حدايق اي والله عندنا حدايق للي يا ولد يا عيال ترى جمعات هناك في الدوادمي ما يفرع مجمعات اقسم بالله نتكلم جدي يا ولد ترى الدوادمي متطور والله ما علي الحرام جيت الدوادمي قبل ثلاث علي الحرام يبي مجمعات ما يفري في الرياض يا ريجي صدق ابو عندنا مولات انا داري بس عندنا الصدق خليك صريح والله اني صريح دقيقه يا اخوي خليك صريح يا ابو عمر انت ما تعرف تكتب والله اني صريح محل ينافس رياض بارك ايش معك فيها ها مجمع ينافس رياض بارك صدق لا لا سكوير سكوير الجديد كيف شكله سكوير الجديد اللي بيفتح لا في يا ولد في والله بدون ما يقول الدوادمي جالس في تطور الدوادمي معانا في مشروع نعم جالس هذا كبره علي الحرام ايش كيف كبير قد هالحب الدوادمي فيها المشهور الكبير نواف عمر نعم والمشهور الكبير ايضا نايف حمدان كلكم اشتهرتوا نايف حمدان من الدوادمي نايف من الدوادمي ايوه والله صدق انا اكتشفت ان الدوادمي خشمهم ذا كبره طول عمرك يشوف خشم ذا شوف نايف حمدان كذا يعني توقع اهل اي واحد شوف خشمه كذا انه من الدوادمي شوف ثلاث معلومه يجهلها البعض
ترى الدوادمي كلها نايف حمدان نفس السلوك، كل الدوادمي تمر تلقى واحد سن نواف عمر كذا، ترى كلنا هنا كذا شبون حنا وجهنا كذا. نواف علمنا اسلوبنا نفس رحت مستشفى الاسنان اسلوبنا نفسه. وين مستشفى عندك قصه عطره؟ اقسم بالله انها ألد قصه تسمعها عطره، بس يمكن يجي فقره سعد قحطاني هي مالته والله. قد قلتها قبل ما هي مو بزين. انا عندك قصه دايم لو جاي عد سالفه والله والله طويل. لا والله عديت سالفه والله ما طولت يا زلمه. يوم اني علمتك علمنا بقصه ساره اللي اخطفوها الثلاثه. وش هي؟ علمني بها والله انها قويه. والله انها قويه. شلون مو متنفع فيلم؟ ايه بس ما اقدر اقول انت خاب دائما سكريبت الافضل. عيال 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 بهاج مشينا وين؟ نبي نطلع. نطلع وين؟ نبي نروح طال عمرك نوجهها الحين. ابوريك الدوادي ولا ارجع؟ ابقى على اي حال نتخاوت علي الحلال اروح ابى انا بي. والله صملت والله جلست اسبوع ترى مو باسبوع تمشيه اسبوع دبلة سبت. مع ذلك وقعت في حب الدوادمي صح ولا؟ نعم. كم تبعد عن هالقرنه؟ وهو شو اسمه؟ ما يدري القرنه مو بعيد عن الدوادمي. قرنه 50 اقل يمكن اقل بعد لا 50 يزي لو عندي مزرعه في القرنه ترى مساجر القرنه لا لفينا من عنده دائما ناخذ جح ولا يا رجال ما جيت شما انت الرياض صح ما جيت ما جيت الدوادمي ولا جيت انا اجي القرنه رجال عند حلالي الديره المظلومه الديره اللي انا اشوف انها مظلومه صراحه ولو يستلمها معلش يعني ودك واحد يطورها القوعيه القوعيه حرام بالعكس بطلع فيها حدايق انا امرها على الطريق ارجع مغرى الحديقه هذه حتى ماتت اقسم بالله والله القوعيه فخمه ايش؟ وبرحي ما انت قد رحت للشمال والله اني انا لا مشينا من عندها والله اني اتكحل عيوني مدخل داخل يا رجال والله ما في شيء غير دورات شوارع بس اهل القوعيه فالحين بالشوارع يا اخوي مجمعات يا اخي المجمع يعني تطور اي تطور بالتعليم وفي المستشفيات موجود كل شيء بالاداره التعليم الحكوميه يا ولد الطرق يا ولد هذا التطور يا ولد دقيقه وش اللي يحيي اما تبي وش اللي يحيي المجمع انت قاعد تطارد فيها براس وش اللي يحيي المكان صدق يا بكفي وش اللي يحيي المكان؟ شبعان المحطه وقف عنده خذ شاي والكافيهات والاسواق يا رجال انت فتحوا كافيهات انا ترى إيه مستشفى أنا مستشفى انت ما تجي انت تجي مستشفى ما تجي مستشفى انت حتى خليني ساكت انت حق شاهي انت حق